حكاية جحا والحمار من التراث العربي. حكاية جحا والحمار. كان لدى جحا حمار أبيض جميل، وكان جحا يحب هذا الحمار ويعتز به كثيرا، إنه صديقه الحميم. وفي إحدى المرات اجتمع جحا مع أصدقائه في بيت أحدهم، وكانت جلسة لطيفة تجاذب فيها أطراف الحديث. قال أحدهم: الجو ربيعي دافئ وممتع جدا في هذه الأيام. قال صديق آخر: ما رأيكم أن نذهب غدا في نزهة إلى البساتين المجاورة للقرية لنستمتع بمنظر الربيع؟ جحا: فكرة جميلة، سوف أصطعب معي حماري. مسكين حماري، منذ فترة طويلة لم يذهب في مثل هذه النزهة. جحا: أنت دائما تفكر في حمارك يا جحا. نعم، إنه أفضل أصدقائي وأغلى ما أملك، أنا لا أتخيل حياتي من دوني. ذهب جحا مع أصدقائه إلى النزهة، وقضوا وقتا جميلا في أحضان الطبيعة، ثم استلقوا على الأرض وناموا قليلا. استيقظ أصدقاء جحا ولم يجدوا حمار جحا، فأخذوا يبحثون عنه في كل مكان. ويأس الأصدقاء من أن يجدوا الحمار، فقال أحدهم: مسكين جحا، كيف سنخبره أن حماره قد ضاع؟ إنه يحبه جدا ويعتبره أغلى ما يمتلك، لا بد أنه سيجن إذا علم بالأمر. وفجأة استيقظ جحا وبدأ يسأل أصدقاءه: ما الأمر؟ لماذا يبدو عليكم الحزن؟ وأين حماري؟ قال أحد الأصدقاء بلهجة مرتبكة: الحقيقة يا جحا، لقد استيقظنا فلم نجد حمارك، وبحثنا عنه في كل مكان فلم نستطع العثور عليه، يبدو أنه قد ضاع في البادية القريبة من القرية. رفع جحا يده إلى السماء وبدأ يدعو الله، وعلى وجهه علامات السرور: الحمد لله الحمد لله. استغرب أصدقاؤه وقالوا له: لماذا تضحك وتشكر الله يا جحا؟ ألم تحزن لفقد حمارك الذي تحبه وتعتبره أعز ما تملك؟ جحا: طبعا لقد حزنت على فقد حماري، ولكنني أشكر الله لأني كنت نائما عندما ضاع الحمار ولم أكن راكبا عليه، وإلا كنت ضعت معه، ألا يستحق ذلك الشكر؟ فضحك أصدقاء جحا. وهكذا انتهت حكايتنا لهذا اليوم، جحا والحمار، وكانت حكاية مشوقة جدا، أرجو أن تستمتعوا بها. سبون أسبوع زرعتي فيها 7 فروع، السبت غرست بذرتي، والأحد رويتها بمحبتي، والاثنين وضعتها في شرفتي، الثلاثاء كبرت سعيدة بصحبتي، والأربعاء أصحابي شاركوني فرحتي، الخميس تفتحت وردة حمراء جميلة، الجمعة كملت 7 فروع خضراء، أيام الأسبوع 7 فروع. الأحرف العربية. هذه إحدى الحروف العربية: حرف الألف، وحرف الواو، وحرف الياء. تا تو تي، تا تو تي، تا تو تي. حرف الألف وحرف الواو وحرف الياء: تا تو تي. هذه إحدى حروف الإشارة باللغة العربية: أنت، أنت، أنا، هو،
أنت، أنت، أنا، هو، هو، أنا، أنت، أنت، هو.